بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لو شفت المصطلح ده قبل كده وما فهمتش معناه، تعالى نعرف هو عبارة عن ايه ومعناه ايه. ABDU commands، abdu commands. حلو. الابدو كوماندز الـ ABDU كل واحدة منهم اختصار لإيه؟ اختصار هي stands for الـ A application بروتوكول داتا يونت. يبقى الابدو ابلكيشن بروتوكول داتا يونت هو عباره عن كوماند از ا ستاندرايزد واي فور سمارت كاردز اند كارد ريدرز تو كوميونيكيت ويز ايتش اذر. يعني هو معيار للبطاقات الذكيه وللكارد ريدر عشان الاثنين يقدروا يتصلوا مع بعض. حلو. These commands are part of the communication protocol. الكوماندز دي عبارة عن جزء من بروتوكول التواصل ما بينهم وما بين بعض. Defined اللي اتعرف عن طريق الـ ISO 7816 standard، معيار الـ ISO 7816 اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات. Which is used in various applications like banking cards، اللي بيستخدم في برامج متنوعة زي البانكينج كاردز والسيم كاردز و ايفن سمارت كاردز فور مانجينج يوتيليتيز، البطاقات الذكيه اللي بتقدر من خلالها تدير اليوتيليتيز زي الكهرباء والميه والغاز. حلو. كروت الكهرباء والميه والغاز. طيب خلينا نبريك داون الابدو كوماندز. حلو. الـ components of an abdu commands، ايه هي المكونات بتاعت الكوماند ده؟ الـ abdu command is a structured message that consists of، بتتكون من several parts، من اجزاء عديدة. حلو. اول حاجة هي الـ CLA، الـ class byte indicates the type of command، نوع الكوماند. It tells the card which application or logical channel to use، بيقول. حلو. It tells the card، بيقول للكارت انهي application، انهي برنامج او logical channel اللي هو هيستخدمها. تاني حاجة الـ INS، الـ instruction byte، specifies بتحدد specific command، command معين to be executed، بيتم تنفيذه. زي ايه؟ زي reading data، بيقرا بيانات من على الكارت، او writing data، بيقرا بيانات، بيكتب بيانات. حلو. طيب B1 and B2 parameter bytes provide، بتوفر additional parameters، parameters إضافية للكوماند ده. زي إيه؟ such as specific details، تفاصيل محددة عن الأوبريشن، العملية اللي بتتم. ال LC length of command data دي optional، specifies بتحدد ال number of bytes، عدد ال bytes of data sent to the card، اللي هيتم ارسالها للكارت. الداتا اوبشنال برضو، consists contains، بتحتوي على الاكتوال داتا، البيانات الفعليه to be sent، اللي هتترسل للكارت. ال LE length of expected response data اوبشنال برضو، specifies بتحدد الماكسيمم نمبر، اكبر رقم من البايتس اكسبكتد ان ذا ريسبونس، انا متوقعه ان هو هيجي لي في الريسبونس. طيب خلينا ناخد اكزامبل، مثال على الابدو كوماندز. هير از ا سمبليفايد اكزامبل اوف ان ابدو كوماندز. السي ال اي اللي احنا لسه قايلينها، بت انديكيت نو سبيسيفيك ابلكيشن، number of specific application. ال INS ال instruction to select a file، التعليمات عشان تسلكت، تختار الملف. ال parameter اللي هي P1 و P2، P1 might specify a particular option for the instruction، وال P2 بت specify another option. ال LC length of the data to follow، in this case 2 byte، في الحالة دي 2 byte. الداتا، الاكتوال داتا، البيانات الفعليه. here it might be the identifier of the file to select، المعرف الملف اللي انت هتختاره. ال LE expecting no specific reason data length. الفول كوماند هيبقى، الكوماند النهائي هيبقى بالشكل ده 00A4040002 3F0.
زيرو. بعد كده الابدو ريسبونس، the smart card responds to the abdo command with an abdo response. الأجهزة أو البطاقات الذكية هترد على الكوماندز دي بأبدو response، حلو، which includes اللي بيتضمن response data، دي الداتا البيانات returned from the card اللي بترجع لي من الكارت، لو في بيانات رجع لي من الكارت، status word is W1 and SW2 عبارة عن 2 bytes indicating the status of the command execution، الستاتس الحالة بتاعة تنفيذ الكوماند ده، مثال هل هي success ولا error ولا specific conditions ظروف معينة. حلو، طيب خلينا نبسط اللي قلناه. Imagine you have a smart card، تخيل ان انت عندك smart card، بطاقة ذكية، that works like a secure storage box، بتشتغل كأنها secure storage box. حلو، صندوق هتخزن فيه حاجة بأمان. And you want to ask the box to perform certain tasks، وانت محتاج انك تسأل الصندوق ده ان هو يبرفورم، ينفذ بعض التاسكات، بعض المهام. حلو، طيب اول حاجه هتعمل ايه؟ هتسند ريكوست، هتبعت ريكوست، ده الابدو كوماند. يو سند ا ستراكتشرد ريكوست تو ذا بوكس، بتبعت ستراكتشر ريكوست للصندوق ده، تيلينج ات، بتقول له اكزاكتلي وات يو وانت تو دو، بتقول له بالظبط انت محتاج تعمل ايه. Like زي انك بتقول له open the box او store this item، افتح لي الصندوق او خزن لي العنصر ده. حلو، تاني حاجة box process the request، الصندوق بيعالج الريكوست اللي انت طلبته ده. The smart card اللي هو البوكس في المثال اللي احنا بنقوله understand the request، بيفهم الريكوست اللي انت بعته، الامر اللي انت بعته، and perform the task، وبينفذ المهمة اللي انت طلبتها. بعد كده receive a response، ده الابدو response، the box sends back a response، بيرجع لك برد، letting you know، بيخليك تعرف if the task was successful، هل المهمة اللي انت طلبتها منه دي اتعملت ولا لا، and providing any requested data، وبيوفر لك اي requested data اتطلبت. practical use case، مثال عملي بنستخدم فيه الابدو كوماندز، زي كروت الكهرباء. for smart electricity cord، الابدو كوماند، you might send a command، هتبعت كوماند للكارت عشان يريد الكارنت بالانس، عايز تقرا الرصيد الحالي اللي في الكارت الكهرباء بتاعك قد ايه، فهتبعت ابدو كوماندز بتتضمن الحاجات اللي احنا قلناها زي السي ال اي، الاي ان اس، البي 1 والبي 2 بارامترز، والاذر بارامترز، البارامترز الثانيه سبيسيفيك تو ريدنج بالانس، الخاصه بقرايه الرصيد. كارد ريدز داتا، الكارت هيقرا البيانات. الابلت اون ذا كارد، وهنشرح في فيديو تاني ايه هو الابلت اون ذا كارد، بروسيسز ذيس كوماند، بيعالج الكوماند ده، اند ريدز ذا بالانس، وبيقرا الرصيد اللي على الكارت ده قد ايه. بعد كده بيرجع لك بريسبونس تاني، الابدو ريسبونس، ذا كارد سيندز باك، بيرجع لك بالبالانس داتا along with a status word indicating if the operation was successful ولا لا، بيقول لك ان العمليه نجحت ولا لا. يبقى ان سامري، عشان نلخص اللي اتقال، الابدو كوماندز ار اواي، هي طريقه بتكومنيكيت، بتتواصل بيها مع السمارت كاردز، البطاقات الذكيه. sending specific instructions، بتبعت تعليمات محدده، and receiving response، وبتاخد منها response، تستقبل response، بترد عليك بريسبونس. to perform، عشان تنفذ various tasks، مهام متنوعه، securely and efficiently، بفاعليه وبامان. ده كان مفهوم الابدو كوماندز.